إخوان السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو هذا يعني أطلس ملتي سيرفيس كما قلنا واحد يعني الفيليال ديال رويال إير ماروك بتخدم إن شاء الله واحد 30 تكنيسيان أيرونوتيك اللي متخصصين في الميكانيك دونتروتيان دي زيرونيف كاتيجوري أ. بالنسبة لي زيرونيف هو داكشي كله اللي كاين في المطار من الطواير من الشريوات من داك لي سكالي من كل شيء اللي متعلق لي زيرونيف هما اللي كاينين في دوك لي زونجا اللي كاينين تما منهم الطواير. بالنسبة للشروط اللي طالبين كاين يعني لا ناسيوناليتي ماروكان وكاين لاتيستاسيون دو ريسيت اليكزامان داك. داك صراحة ما عرفتش شكون يعني الميكانيسيان دونتروتيان دايرونيف 100% هي هذه كاتيجوري ا هي هذيك الاختصار ديالها وقيلا هي الداك يعني باك بلس 2 المينيموم. واخا تكون عندك ديك لاتيستاسيون ضروري واخا يكون عندك باك بلس 2 ولكن ضروري خصك تكون عندك ديك لاتيستاسيون ديال بانك نجحتي في هذا الامتحان ديال الداك. بالنسبه للاج كما قلت هو 27 سنه يعني تقريبا 27 سنه لتحت. بالنسبه لي كونديسيون هما هادو. بالنسبه للدوسي غادي نخلي لكم داكشي في صندوق الوصف. المهم كاين الطلب او لا لي تخدم موتيفاسيون كاين السي في كاين كوبي ناسيونال د لا كارت دي دونديتي ناسيونال غاليزي كاين لي كوبي ديال جوستيفيكاسيون بان عندك ليكسبيريونس في هذا الدومين في هذا المجال وباكالوريا ولي ديبلوم يعني كوبي ديال الباكالوريا ولي ديبلوم سيرتيفي يعني مغاليزيين. بالنسبه لي زوريجونو ضروري خصهم يكونوا حاضرين نهار الاكزام. بالنسبه للاخوان الخدمه في المطار يعني راه عالم اخر ماشي بحال يعني هنا ماشي بحال المجالات الاخرين ولكن الخدمه في المطار حساسه شويه يعني زوين صراحه. الدومين دوزت فيه واحد المده زوين صراحه. هادشي اللي كاين الاخوان نتمنى لكم التوفيق وغادي نخلي لكم الادريسه فين غتصيفطوا الدوسي ديالكم. اخر اجل بالنسبه لهاد الوفر هذا هو 18 شهر 3 2022 يعني بالنسبه لك زعما غيكون على جوج ديال ليطاب تقريبا ثلاثه ديال ليطاب اللي كاينين. اول كيكون لا سيليكسيون ديال لي كونديدا اللي هما يعني استجبوا لهاد يعني الشروط. واحد لي بروف اكري او لا امتحان كتابي غيكون في التيست يعني قد يكون في التيست ديال المهنه كميكانيسيان ديال لي زيرونيف والتيست الفرنسي والانجلي. غادي يكون واحد لونتروتيان اوغال يعني من بعد غادي يكون واحد التيست يعني غادي يكون واحد يعني واحد لا ليست ديال لي كونديدا او روتيني ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.